تابعوا سوا. مشكلتهم هلا بهالحاله بهالبلد ما بقى في حدا ينزل يعمل مظاهره من شان المعاشات ومن شان، طيب نحن نخلص من هالورطه اللي موجودين فيها يعني، هي اكبر من المعاشات واكبر، ما بدنا نضل طيبين لحتى ناخذ معاشات طيب. مع تفاؤم الاحداث الامنيه لم تعد سلسله الرتب والرواتب بالاولويه، بل تراجعت للمرتبه الخامسه متقدم عليها الارهاب بعرسال، حمايه البلد، أمن المخيمات والانتخابات الرئاسية. واقع جديد غير المعادلة وسمح لوزير التربية الدخول من باب الضيق لسحب آخر ورقة تفاوض من إيد هيئة التنسيق النقابية والإعلان عن الحق بإعطاء الإفادات. موقف الوزير أتى بعد اجتماعه مع المكاتب التربوية للأحزاب بخطوة كان بيأمل فيها تشكيل مظلة سياسية حامية، ولكن هيدا اللي ما حصل. موقفنا بلغناه نحن رسميا، لن نكون في مواجهة هيئة التنسيق النقابية ولن نكون أداة لتقسيم هيئة التنسيق النقابية، خاصة وأن نحن جزء لا يتجزأ منها، والموضوع بكل بساطة فلتتحمل كافة القوى السياسية داخل الحكومة مسؤولية أي قرار بده يتخذ. أما بالنسبة للإفادات كمان الجميع يرفض الإفادات شكلا ومضمونا، لأن الإفادات تؤثر في التعليم الرسمي وتؤدي إلى انهيار التعليم الرسمي. لذلك أما بالنسبة للوزير وقرارات الوزير إنها قرارات تتصل في 108,000 طالب يحتاجون إلى إفادات، إنه قرار إداري يستطيع الوزير أن يأخذه. بس كمان نحن ما منتدخل ولن نكون الغطاء، لأنه من خلال هاليومين اعتبرنا أنه نحن عم نشكل غطاء كمكاتب تربوية للأحزاب للقرار اللي بده ياخده معالي الوزير. معالي الوزير نحن منا هون بصدد الدفاع عن حدا، بس منه بحاجة لغطاء من حدا، لأنه هو مسؤول وهو إداري، هو بيعرف القرار اللي بياخده، بيتحمل كل واحد مسؤولية القرار بشكل واضح وصريح. نحن مع الموقف اللي بتاخده هيئة التنسيق النقابية. أنا رأيي كان في إشباع من كل الأحزاب على دعم هيئة التنسيق النقابية، ضد الإفادات، ضد الإفادات من أي نوع، الإفادة أو الإفادة المستندة على العلامات. الحل العملي الأحزاب حبلغوا الوزير أنه خلال 10 أيام معه لك احمل هالملف، مثل ما حملت ملف الجامعة، برام على السياسيين، الرئيس بري بيعمل جلسة بيقر السلسلة وبيروحوا الشباب بيصححوا وبيعطوا شهادات. لا حل إلا الشهادات. وساطة الأحزاب أو مكاتبها التربوية لم تنفع بالتوسط بين الوزير وهيئة التنسيق وإقناعه بالعدول عن إعطاء الإفادات، لكن الوزير قال كلمته ومشى. الأهم عندي هم الطلاب والسلسلة ملحوقة عليها. القرار الصحيح الوحيد اللي ممكن أخده هو أعطاء إفادات للجميع. هيدا القرار مؤجل ل 48 ساعة. بعد 48 هيدا بيشمل البروفي والبكالوريا. بعد 48 ساعة إذا ارتقينا نحن والأساتذة وهيئة التنسيق في حل أفضل، أنا بتراجع عن قراري. الشارع اللبناني رفض بشكل قاطع مبدأ الإفادات رغم تعاطفه الكبير مع الطلاب، فالإفادة بهالظروف منا حل بل هي عقدة إضافية من شأنها ضرب الشهادة الرسمية والتأثير على مستقبل الطلاب. لا أعتقد أن الوزير عنده حسابات تربوية فقط، أنا بعتقد أنه عنده حسابات سياسية أكثر من أنه حسابات تربوية. لا يعني خلص يبتولون إياها، يعني يحلوا قصة سلسلة الرتب والرواتب، يا أما شوف شو بده يعملوا مع التلاميذ، يعني ما يكونوا رهن لهذا الموضوع. لا لازم يصير في تصحيح وياخذوا شهادات رسمية بهم، لأن إحنا كانت عيالنا صارت هاي وصار في كثير مشاكل بالدخول للجامعة. المستوى العلمي بيتدنى، وجامعات برا خاصة بأوروبا صار بيعتمدوا على الشهادة الأساسية تاعت الدولة، وإلا بتعرف اليوم المدارس بيحملوهم بنجحوا كل التلاميذ ساعتها فيعطوا لحالهم اسم، وواقعا ما بيكون هذا شيء مزبوط. يعني الخوف من إعطاء الإفادات إنه يروح للشاطر يعني بيعزل عاطل مثل ما بيقولوا. إذن يوم غد ومع إصرار هيئة التنسيق على مقاطعة الامتحانات ستعلن النتائج وتعطى الإفادات، فهل منبارك للطلاب نجاحهم أم منعزي حالنا والطلاب بمستقبل هالبلد؟ المطلوب هلا الدولة عاجزة، يعني ما فيها عاجزة عن أعطائهم سلسلة، لأنه بتبلش ما في واردات ما في شيء،
وهن معنها وبدهم ينطروا وما بتنحل، ولبنان هيك وبضلوا هيك 100 سنة 200 سنة.